أبا، رد علي يا أبا، من حين جلسنا ولا ردت علي ولا شيء. ايش رد عليك؟ ايش اقول لك؟ اقول لك من صغرك وانت بتعذبني، تجرحني، تقتلني. حطيت راسي في الارض امام اهل القريه كلهم لانك سارق. بس يا بانا خلاص حرمت السرقة ووعدت الله لنا ما عاد اسرق شخص ابدا يا با، بس انت ترضى علي. بس قلبي مش راضي يسامحك، مش راضي يسامحك.